السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير الله حمد. يا شيخ، هل يجوز للرجل الأيسر الذي يكتب بشماله كتابة آيات القرآن للعلم والعلاج بها؟ أعد. هل يجوز للرجل الأيسر الذي يكتب بشماله كتابة القرآن الكريم للعلاج والعلم؟ الذي يكتب بشماله؟ اي. أن إيش؟ أن يكتب الآيات القرآن. اي، ما في إشكال. ها؟ الإنسان الذي لا يعمل إلا بيساره، أيوة، يجوز أن يكتب القرآن والحديث وكل شيء يريده.